السلام عليكم. كما وعدناكم البارح، اليوم نروح نشوفوا الأشغال نتاع التهيئة الداخلية لملحقات ملعب عنابة، واللي هنا نشوف حسب الأشغال حسب الصور تبدو الأشغال متقدمة جدا متقدمة. إذن الأشغال هذه نعاود نذكر أنه تخص مناطق تاع الصحفيين ومناطق تاع الفي بي والقاعات نتاع المحاضرات والندوات اللي تاع الصحفيه وكذا، وكذلك المناطق نتاع اللاعبين تاع غرف تبديل الملابس وما الى ذلك. إذن هذه هي الاشغال في مجملها، و سوف نتطرق إلى الأشغال الخارجية تاع الملحقات في فيديو لاحق إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر ونخليكم مع نهاية الفيديو هذا، والسلام عليكم.